كيكه الجبنه. كيكه الجبنه اللي هي الحدقه بالضبط. احنا بنقدر نعمل منها كيك ونعمل منها جاتو، بس احنا هنقدمها بشكل لطيف كده انها تتقطع طبقات تبقى شكل كده. يا عيني كدا. يا عيني انا شايفه حركات 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 بالضبط. طيب هننزل بالمقادير، يلا بينا. احنا محتاجين ايه بقى؟ توست ابيض، توست جبنه أبيض. كيس، والكابوريا اللي هي الستيكس دي صح؟ بالضبط. اوكي، تركي، التركي المدخن، لانشون، جبنه فته، جبنه كريمي بالقشطه، جبنه شادر شرايح، زيتون شرايح، ريحان فريش، طماطم شاري، فجل احمر، وكرنب احمر، وخيار مخلل، وتوت ازرق. طيب واحنا شغالين هتقولي لي على البدايل. تمام. تمام؟ أكيد. يعني تقولي لي لو مثلا بصي حضرتك ممكن يبقى بداله ايه؟ بصي يا شيف، هي الوصفه لست البيت العاديه. تقدر تعملها. حد بيشتغل هيقدر يعملها. تمام. اي شيء متاح عندك في البيت هيتحط، بس ليه اساس؟ اللي انت بتحسي الاساس بتاعه بحس الجبنه، انه لازم الاساس الجبنه ما يمشيش. والتوست بالظبط كده، الجبنه والتوست. اي حشوه حضرتك بتحبيها حطيها. تمام. حضرتك هنا عملتي الميكس بتاع الجبنه الكريمي جبنه على الجبنه الفته. بالظبط. اوكي بالضبط. يبقى النوعين الجبنه عملتيهم بنخلطهم مع بعض. خلاص هي كده بقى ده الاساس بتاعنا. اوكي. اي شيء تاني عندك في البيت ممكن احط صدور دجاج مشوي. طبعا طبعا يتحط. سلمي. صح. اي حاجه انت بتحبيها تقدري تحطيها. طب يلا بينا. يلا نبدا. يلا نشوف. احنا بقى حطينا طبعا من التوست. ايه احنا عملنا ايه؟ حطينا في قالب القالب بتاع الانجليش كيك او التوست ايا كان القالب. أوكي. مربع، مستطيل، قلب، ايا كان الشكل المتوفر. تمام. حطينا التوست، بنحط التوست في اول طبقه، بعدين بنحط الجبنه، خلطه. تمام. الجبنه بتاعتنا طبقه حلوه. هنحط بقى الحشوه اللي احنا بنحبها. تمام. اول طبقه كده، بعدين توست. المفروض نحط جبنه عشان احنا بس. ممكن بدل الجبنه الكريمي تبقى فته، بس اي نوع بس حسب المذاق، حسب كل واحد بيفضل يكون عايز ايه، بيحب ايه، بيعمل ايه، دي اختياريه. طب احنا هنا عاملين دايما الاوبشنز بنحب تكون موجوده دايما. بالضبط. الناس لما بتيجي تقدم وصفه او انا لما باجي اقدم وصفه بحب اقدمها بثلاث اربع حاجات ممكن يبقوا زياده، مش معناها ان هي ما بتتقدمش غير كده بس. يعني بالضبط. هنا في الوصفه دي في لانشون وتركي وجبنه شادر وكابوريا في الاخر نوع واحد، وفي احنا في سامن ولا مفيش سامن؟ مفيش سامن. كل القصه دي ممكن جدا تبقى حاجه واحده، ممكن بالضبط. تبقى تونه، ممكن تبقى لانشون بس، ممكن تبقى صدور فراخ بس. هي بتدينا الفكره، بس في نفس الوقت هي طالعه تعمل وصفه عشان توريكوا الوصفه في ابهى صورها بالاوبشنز كلها علشان تفتح دماغ اللي بيتفرج عليها. يعني مش شرط ان كوبي بيست هي الحاجه، لا خالص، انا بتفرج وباخد اللي انا هقدر اشتريه او اللي موجود عندي في البيت او المتاح، بس بندي الفكره، وده اللي انا بحبه لما بنيجي نعمل وصفات جديده. بالضبط يا شيف. وكمان لو عندي عزومه، عندي حفله، الحاجات دي بتبقى حلوه جدا. بالضبط. بتتقدم بطريقه شيك جدا، حلوه جدا كطعم. كمان بتبقى سناكس حلو قوي. صح. وعايزه اقول لك ان انا ساعات مثلا مش ببقى نازله اشتري بقى يعني من السوبر ماركت كده شروه واحده كل القصص. بالزبط. دي، بس ممكن مع الوقت يعني تلاقي نفسك الكيس مثلا علبه فيها حته جبنه قد كده، علبه تانية فيها واحده تركي، علبه ثالثه فيها مش عارفه ايه، بواقي تجمعي بقى القصه دي كلها وتقومي مطلعه حاجه من الفريزر ومش عارفه ايه، وبواقي التوست وبتاع، تلاقي نفسك عملتي اكله زي دي كانك قصده وانت مش قصده، هي موجوده اوريدي في الثلاجه. دي ممكن تبقى وجبه متكامله. اه طب طبعا. يعني تمشي وجبه فطار، تمشي وجبه غدا، خصوصا لو انت معليه التيست بتاعها. طبعا طبعا. والمقادير بتاعتها، التيست بتاعها شكله فظيع يعني، جامده جدا. نشوف شويه. تمام كده عملنا الطبقات الحشو. تمام. هنبدا بقى نقلبها. اوكي. علشان هنجلسها من بره كمان بالجبنه. وهنبدا بقى نشوف التزيين بتاعها. يلا بينا. تبقى بالشكل ده.
كده زي الفل. احكي لي بقى وانت شغاله كده عندك ايه؟ انت جروب بتاعك بتعملي عليه ايه بقى؟ الوصفات دي بتعلميها للناس ولا أنا كيترينج وبتبيعيها؟ انا عندي جروب بيك في نفس الوقت بعض الاوقات بنزل بعض الوصفات يعني الناس بتحب دايما ان هي تحب تجرب تعمل طبعًا في البيت حاجه. طبعا طبعا. عندي قناه على اليوتيوب قناه لسه صغيره. جميله. بنزل اسمها ايه؟ القناه بتاعتي اسمها ملح وفانيليا. ملح وفانيليا بالضبط. على اليوتيوب؟ على اليوتيوب. طب والجروب اللي على الفيسبوك؟ منى كيك. منى؟ منى كيك. منى كيك. بنبدا ان احنا نجلس من كل حته. جيب لك جوانتي، جيب لك جلوس. يا ريت. اتفضلي. عشان تشتغلي براحتك لو عايزه تسندي ولا حاجه. بالظبط. لا انا مش عايزه. خدي وقتك. انا بحب قوي الفجل الاحمر ده لما بيدخل في اي وصفه. بحترمه جدا. بيخليها يا شيف حاجه تانية. بحترمه جدا. بالظبط. زيتون وحركات. انا هاخد واحده بلو بيري وانا واقفه جنبك بقى بما اني النهارده ما بطبخش فانا ممكن احنا ناكل من الوصفه بتاعتنا اقوم بالدور ده. احنا بنحط الجبنه من كل حته زي كاننا بنعمل كيكه بالظبط. بالظبط. اسهل كمان بصراحه جدا من الكيك. جدا. بس طبعا زي ما انت بقى كده وانت بتشتغلي وانا هاخد التليفونات. تمام. يلا بينا. معانا تليفون؟ يلا. اوكي براحتك. احنا ممكن بس ننظف بقى براحتنا كده بس عشان الشكل العام. طبعا. بنسويها على قد ما نقدر. زي احنا مش محتاجين ده تاني صح؟ كاننا بنتعامل مع كيك بالظبط الكيك الحلويات. هنبدا ان احنا نرص الريحان يا شيف. الريحان؟ ما عندناش ريحان؟ احنا عندنا ريحان جوه في المقادير مكتوب ريحان بس هو ما دخلش. استاذنكم يدخل. التزيين بيبقى برضو اختياري. طبعا. يعني حسب الذوق. دي طماطم شيري احنا مقطعناها نصين. ممكن يبقى بدل الشيري توميتو دي لو احنا مش بنشتري شيري توميتو مش قدامنا مش جنبنا مش عندنا في البيت اي سبب الطماطم نفسها تتقطع زي بتاعه التبوله. بالظبط. اللي هي من غير ميه نقطعها صغير لحم بس ونعمل بيها كده صح؟ بالظبط. عندنا الخيار المخلل. الله يا عيني. احنا بناخد كله راس. عشان الشكل العام في الاخر. وسريعه قوي. انت شفتي الحاجه كانت جاهزه خلصت اهي. بالظبط. حلوه الحاجات دي. افكار جميله في اعياد الميلاد وفي العزومات بتبقى لطيفه قوي. عندنا الفجل متقطع. ممكن ناخده كده بزاويه صغيره بحيث يعمل يدينا اللون كده. ما فيش ريحان هنشتغل عادي. لا الريحان اكيد هيدخل دلوقتي. هو بيتحط في انهي مرحلة الريحان؟ هو المفروض ان هو بيبقى جزء من هنا وبيتحط على الاجناب التورته. هو بيدي طعم وريحه لكل قطعه بتقطعها بيبقى معاها ريحه. طب وبديله ايه؟ ممكن يبقى ايه البديل؟ بقدونس. بقدونس؟ بالضبط. جرجير. جرجير جدا. صح؟ جدا. جدا. اقرب شيء ليه. اقرب حاجه ليه الجرجير. جرجير صح؟ بالظبط. انت عارفه ان الجرجير كمان يبقى طعمه حلو قوي جدا مش بس خصوصا مع الجبنه. هو يبقى طعمه تحفه كمان. بين كل واحده كده ممكن نحط زيتون. دي بس الشكل كده. وادي الريحان. تمام.
مبهجه قوي الوصفه دي. بحبها قوي. هو التزيين كله عشوائي على حسب، يعني ما فيش التزام بحاجه معينه. تخيل بقى بعد التعب ده كله ناكلها عادي. يعني المفروض دي نتصور بيها ونصور معاها نحطها في البوفيه والناس برضو تيجي تصور بيها، يعني يعني انا اقعد اتعب ده كله وفجاه الاقيها بتتقطع كده. اساعدك اطلع لك ورقيات. ورقيات تمام. اوكي. مش بنحط جنب بعضه، يبقى اللي قبلها النص على اللي قبلها. علشان الناس اللي عامله كمان مشاريع تاخد افكار. بالظبط. في ناس كتيرة قوي عاملة مشاريع كيترينج في البيت، خدوا بقى أفكار وعيشوا حياتكم، اعملوا الكلام ده وبيعوه. ممكن على فكرة نستغنى عن الريحان خالص، نرشه سماء. نرش سماء. سماء. أوكي حلو. بيدي لون أحمر مع الجبنة. أصل احنا أنا برضو هنا مش عارفة لسه الناس ما بتستخدمش السماء كتير في البيت، يعني الريحان قولي ممكن يبقوا زارعينه في البلكونة، موجود بيدخل في وصفات كتيره قوي. بالضبط. كمان يا شيف انا بحب احط معاها جدا البصل الصغير البيبي. اوكي حلو ده. لو انت مقدماها مع التونه حط بقى بصل. ايوه مع التونه. مع التونه بالضبط. صح. هناخد بس موضوع البصل ده ممكن يعمل ريحه بقى مع الوقت. صح. بتتحط القطعه زي ما هي بدون ما تتقشر. هو ممكن يتاكل بقشر لو مغسول كويس. وبيبقى صغنن جدا يعني. يعني نخليه بصل مخل. ايه رايك نتحط بصل مخل؟ صح. كل بصل مخل اللي يبقى فكره. بص يا شيف اي حاجه بتتحط على الكيكات. صح صح. عندنا هنا الكرنب. مذكور كتير بتيجي برضه. ممكن بس نحط ناخد الوان كده. الله على الموف. ناخد البيبروني. تمام. يعني احنا ممكن نقسم النكهات. ما تكتريش بقى البيبروني عشان ما بحبوش. تمام. لا احنا انا يعني قصدي ان احنا ممكن نحط كذا نكهه بحيث اللي بيقطع انا عايز بيبروني، انا أيوة. عايز لا من الخيار، انا عايز من الناحيه دي، لا انا عايز من الناحيه دي. ماشي. ايا كان البيبروني اللي انت جايباه ده بيبي بيبروني. انا مقطعه. انت اللي مقطعه؟ جبتي الواحده وقطعتيها صغنن صغنن. بالام. بالقمع او قطعه صغيره. نميسه نميسه بتعمل حاجات. حلوه الفكره. جبتي الواحده وقطعتي بالصغنن صغنن. عندنا كابوريا. برافو برافو كرياتيفيتي. يمشي الحال. عشان عملتي دول انت عايز تعمليهم قد بقى يعني. بالزبط. نفس المقاس عشان ما يبقاش فيه اختلاف. مفيش مفيش اي اختلاف في المقاس. بالظبط. خلاص خلاص يلا. بدل التوت ده طبعا ممكن يبقى فراوله، والفراوله قربت تيجي وممكن نستغنى عنه خالص. عادي ممكن نستغنى عنها خالص. وممكن نحط اي نوع فاكهه على فكره، ميكس الفاكهه مع الجبن والحركات. اقرب حاجه الفراوله. انا سعيده بيكي قوي اللي بتعمليه ده. ممكن نحط واحده. فن تشكيلي حبيبتي يا شيف. والله فنانه. الطبخ ده عالم كده، عالم عالم، بيخلينا احسن وبيخلينا اهدى زي الناس اللي بترسم كده. لما تقفي تطبخي وتطلعي طاقتك كلها وفكرك وتنسي كل المشاكل، ما يبقى عندك مشكله ادخلي اعملي اي حاجه في انا عايزه اقول لحضرتك يا شيف يعني تقريبا الوصفه ما بتاخدش 10 دقايق. ايوه بس فصلتي انت. صح بالظبط. بتبقي انت مركزه التزيين مش في دماغك. التزيين في الالوان، في ان انا احط ايه جنب ايه. تنسي بقى مين عمل ايه، مين قال ايه، مين التليفون اللي جالك الصبح نرفزك، كل الحاجات دي. ادخلي المطبخ طلعي كل الطاقه دي في المطبخ.